قتل القمل. قال بعض العلماء يجوز أن يقتله وأن يزيله لأنه لا حرمة له وهو مؤذي. وقال بعض العلماء لا يجوز قتله ولا إزالته، فإن خالف فلا فدية عليه. ويستدلون على ذلك لأن كعب ابن عجرة لما أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهه قال عليه الصلاة والسلام: أرى أن هوام رأسك قد آذتك. فلم يأمره عليه الصلاة والسلام لا بقتله ولا بإزالته. وكذلك كعب لم يفعل ذلك ابتداء مع أنه آذاه، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: أرى أن هوام رأسك قد آذتك. فلو كان يجوز لأمره عليه الصلاة والسلام بإزالته أو قتله حتى لا يقع في حلق الشعر، وهو الأقرب. ولذا قالوا إن إزالته فيه ترفه.